داخل الجي دي 2 سيارة أخونا أبو خالد السائر، الله يعطيك العافية ويعطيك خيرها ويكفيك شرها، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طبعا متجهين للشاليه إن شاء الله، نصور لكم الحلقة اللي راح تكون إن شاء الله مميزة ونجيبها. عادي عادي الإزعاج مو بإزعاج، هذا اسمه نغم. هذه الحلقة برعاية بريك اوت كافي تراك الرياض مقابل المترو شارع العروبة. السلام عليكم، يعطيكم العافية. احنا اليوم في ضيافة حبيبنا ابو خالد السائر. صبحك الله بالخير. صبحك بالنور. الله يعطيك العافية. سعد صحناك اليوم بدري. لكن الله يعطيك العافية، ما قصرت. يعني استنى في الطريق من الكويت للشاليهات. كانت الرحلة 5 دقائق بالنسبة لي على الجي تي 2، فمشكور انك قبلت الدعوة ويسعدني والله اني اتابعك واشوف مقاطعك ونستانس على الجميلات اللي ما شاء الله اللي معك. بس ودنا نشوف يعني متى يعني كان حب السيارات بالنسبة لك، يعني متى بدأ حب السيارات؟ والله حب السيارات من الطفولة، يعني انت تدري الواحد مني يكبر شوية ويوعى على الدنيا يشوف السيارات، سبحان الله غريزة بالشباب انه يحب السيارات السبورت بالذات. نمت بعد المراهقة، يعني نمت ويانا وحبينا السبورت بزيادة لما تعرفنا عليه. هل يعني ما تستهويك السيارات اللي خلنا نقول اللوكجري الفخمة اللي طولها 6 أمتار؟ لا لا لا. هذه عالم آخر كلش. وصراحة على قولة شو اسمه، أعتقد بورش اللي قال آخر سيارة راح تنصنع سيارة سبورت. صحيح. فأعتقد إن كلامه صحيح 100%. أكيد. طيب ما شاء الله يعني كلهم بورشات. ما فكرت تغير؟ لا تغيير مستحيل أغير. أنا أحب البورش، رحت ورجعت للبورش، واللي يتذوق سياقة البورش مستحيل إنه يتنازل عنها، يعني سيارة ولا أروع. سياقة وأداء بالحلبة، وطبعاً أنت ما شاء الله بطل بالحلبة وزميل. الله يعطيك. ما يحتاج إني أعلمك عليها، أنت عارف شنو السيارة وشنو أداء. صحيح، وفعلاً سواقة البورش تحسها غير عن كل السيارات. صحيح. هذا ليك ممكن تحس باور شوية، ممكن تحس شوية مختلفة، بس هذه لا مختلفة كلياً. فعلاً. وتستأنس إذا عرفت تسوقها. صح. ما تبي تغير. بس إذا ما عرفت تسوقها راح تكرهها. صح. ان في وزن ورا وخفيفه قدام، فيبيلك شويه يبيلك شويه فنيات على قولتهم، ولا شغل هندسي شيء، وفي ورا وزن. صح. خل استفيد منه في الاكسلريشن، وفي عندي وزن خفيف قدام بحيث اني اقدر امسك بريك متاخر. صح. فهذه شغلات صراحه حلوه. عزيز. والله ابو خالد انت صراحه اخذت احلى عالمين بالبورش. صح. اللي هي التيربو اس والجي تي 2. الله يعطيك خيرهم يكفيك شرهم، ما شاء الله لا قوه الا بالله. ما تقصر، ما عليك تقصر. اي واحده فيهم اللي ما اللي ماكله قلبك، خلينا نقول اللي ما تقدر تستغني عنها؟ الجي تي ما يحتاج. الجي تي 2. صح. عالم ثاني الجي تي، اللي يحب التراك، اللي يحب السياره السبورت فعلا، اللي يبي يحس ويتلذذ سياقه السبورت، جي تي 2 عالم ثاني. صحيح. جي تي عالم ثاني، كل انواع الجي تي انا عندي عالم ثاني. صحيح. جربتها بالتراك وبالشوارع العادية. أنا جهزتها، أشكر أخوي يوسف جهزها لي. نأخذ عليها فرة نشوف إيش الأشياء اللي سويتها على السيارة. طبعا طلبت رول كيج كامل 6 بوينت، وطلبت الحزم اللي 6 بوينت. 6 بوينت بعد. هذه مهمة صراحة، هذه جدا مهمة للحلبة والتراك. جهزت الشيفتنج، انا حسيت انه مغير الشيفت. اي بلا غيرته فعلا من اخو يوسف العبد الله، هو طلب لي اياه ما قصر، وسويت لها عيار كهرباء على اساس تكون افضل بالحلبة. السيتات هم طلبناهم من اخونا العوضي، والاكزوز من محمد العبد الله ما قصر، هم طلب لي اياه.
الاكزوست اللي هو اكزوست سيستم يور بايب. اي ما شاء الله. وستاندر يعني نفس سيستم الوكالة بس على افضل شوي. عدل في ال عدل بالباور. اي عدل وياي وايد. اخف بعد تخفيف؟ لا نفس تقريبا حجم الوكالة. اي بس عندي ما شاء الله شوي أداءها اختلف من ركبت الإكزوز، صار فلو أكثر، تسارع أكثر، صارت وايد خفيفة السيارة. هذا انت حط ما شاء الله أحلى حلبة النيربرغرينج. هذا مكانها. أيه. هذا مكانها وتجربت هناك ويابت رقم بوقتها وايد حلو، وأعتقد الجي تي 2 الجديدة بعد هم يابت رقم ما حد كسرها للحين. صحيح. فسيارة ولا أروع. لا الجي تي 2 هذه الكيلر للمنافسين. صحيح. هي الكيلر يعني. صحيح. والرنجات؟ رنجات وكالة طبعا. عندي الرنجات يعني طلبت رنجات بي بي اس حق الحلبة، بس استعملت هذول كتجربة أبي أشوفها على أدائها كوكالة شو تسوي. فما شاء الله كذي روعة، وإذا عدلت عليها أروع. أكيد أكيد. بس صراحة لاحظت أن التواين هذا الكب 2 الجريب فيها واو، مع ان سواقتنا العاديه مو بتراك. صح. فما بالك بتراك بتكون يعني شيء ما شاء الله. هذه اول تجربه بالكب 2، انا اول مره اجربها بالكب 2 وركبته ومشيت بالتراك. فعلا جريب وايد روعه، ماسكه بالارض. صح. لفات وايد، معطيتك احساس ان السياره ما شاء الله جامده صدق. هي وودي ميكر خرع صانعة الأرامل على قولتهم. أي. بس أول مرة أسوقها وأنا ماني متخوف منها عقب السيستم اللي سويته هذا لها، خلاص ما في ثقة. صدق تحس إن السيارة تصير تطلع مستوى ثاني. صحيح. وهذه هم بعد مسويها. هذه حق الداون فورس شوية. نزل وجه السيارة بالحلبة، إذا هي تطق بريك تساعدك زيادة ان تثبت السيارة. وصراحة ومعطيها فوليوم شوي قدام. اي صح. جهزناها بكاربون بعد. هي الداخلية كلها كاربون فايبر. تخفيف شوي اوزان. اعطيناها لمسات طبعا، صبغتها كحلتها اسود وسيلفر لان عاشق للسيلفر انا. لا هي. السيلفر صراحة من احلى الالوان. شعلنا ناوي على حلبة الكويت بالفعل. ها الشهر الجاي الكل ناوي ان شاء الله. باذن كل الله. كل الناس متحلفين فيها طبعا. يصير خير ان شاء الله. يصير. بس خلها تفتح يصير خير باذن الله. يقولون اخر الشهر هذا ان شاء الله راح تفتح ان شاء الله، واحنا راح ندش ان شاء الله نجرب السيارات فيها ان شاء الله. نقول الله يعطينا خيرها ويكفينا شر هالحلبة. امين. انزين ننتقل الكوين الجديدة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تيربوس. روعة سيارة لكجري وسبورت بنفس الوقت، تطلع دوام وتروح حلبة. سيارة وايد قوية، أداءها جبار، ثبات روعة. الأبديت مالها بالجير مو طبيعي. البي دي كي صراحة هي التيربو اس هذه ملكة الطريق. صحيح. هذه بالطريق ما حد يقدر يوقف معك. صحيح. وحش بكل ما تعني الكلمة. ونفس الشيء هم بعد الجيل هذا اللي بياخذها بتراك روعة، تخدمك من ناحيتين والله تخوف. صحيح. فجمعت بين الثنتين. بس عاد هذه اللي يبي يشتغل وايد، عرفت؟ اللي بيكرف هذا اللي لا بيتكي ويربط حزام ويستانس بالرايد على قولتهم. صحيح. بس انا عجبتني صراحه انك مركب عليها الاكرابوفيتش اللي محلي اول شيء كشكل وصوت، واكيد متاكد ان الاداء انه متغير 100%. صح. اداء روعه. اي وصوت اروع. يعني تحب الاصفر؟ يعني ما الاصفر ما عندك مشكله. هذا ريسنج هلو وايد حلو. واللون الاصفر شوف انا اول مره يعني انعجب بالاصفر حسنا على هالموديل. ولا انا مو اختياراتي الاصفر، انا الواني دائما رسميه، بس الاصفر غير المفاهيم. ولو
دشيت بتاريخ بور راح تلقى ان سيارات الريسنج اللي فيها باور يختارونها وايد. شيء حلو. في ناس تخوف من الاصفر بلا. بس لون جري بس اذا طالعت بهالوقت وايد حلو. صح. داوم فيها كل يوم؟ داوم فيها امورك تمام. سياره اي سياره ديلي تطلع فيها كل يوم تستانس فيها كل يوم. قررت انك تدش تراك على طول بدل ودش يلا حط الهلمه قدام وتوكل على الله. توكل على الله. هلا فعلا البورش صراحه ما تدري وين تبي توصل سياراتها الجديده. هذول الثنتين ما شاء الله كلهم غير. يعني هذول السيارات خلينا نقول سيارات كوليكشن اللي ياخذهم 10 20 30 سنه ما يفكر انه يقول والله لا طلع شكل جديد او تغير ما ادري شنو. لا خلاص هذه ثبت وهذه ما شاء الله ثبت. اي تحب اختيارك للسباقات والسبورت تم اخذ افضل اثنين. بالمستقبل هل في سياره تحس انها ناقصه الكوليكشن؟ الجي تي تو ارس الحلم هذه صراحه. واو سفوق هذول ما راح يتبدلون. اي هذول يثبتهم. صح. اي هذول يثبتهم. صحيح. هذيك عالم اخر صراحه. صح. ما شاء الله تبارك الله. جامعه بين كل شيء. تبي اداء تبي نعومه تبي اكسلريشن كل شيء موجود فيها. تبيها سياره شارع تقدر تطلع فيها شارع. تبيها سياره حلبه اخشن سياره واروع سياره واقوى اداء شفتها الحلبه. عجبت ناس وايد ما شاء الله. هذا سياره وايد حلوه. انا اذكر حتى ال 997 الجي تي 2 ار اس واول ما طلعت شفناها بحلبه البحرين. حبيبتنا البحرين يعني ما نستغني احنا تربينا هناك اصلا. صحيح. واو تحس ان احنا مساكين ورا هناك ما حد يدري عنا. صح. عرفت؟ لا سياره بيست فما بالك بالشكل الجديد بي دي كي وست مال السياره. واو يعني وايد ادائها وايد قوي. طفره بعالم السيارات رقم خيالي. تحدث نفسها بورش فيها. صحيح. الله يوفقنا ان شاء الله ناخذها. ان شاء الله ان شاء الله على قولتهم من جد وجد. اي والله. اي وان شاء الله تنولها باذن الله وتحطهم تصفطها يم ولا خليها قدام شويه. اكيد حبيب قلبي ما قصرت وانا والله اسعد اني قابلت حبيبنا ابو خالد. يعني لبى الدعوه وهو اللي تفضل علينا صراحه وعزمنا هم بعد عنده في الشاليه. سالم بارك ما قصرت. يطول عمرك ان شاء الله. ما قصرت والله تشرفنا ولنا لقاءات ان شاء الله باذن الله جايه باذن الله. حبيب قلبي الله يجزاك على خير ان شاء الله.